السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا قبل بداية الحلقة كل التعزية إلى شهداء إلى ذوي شهداء القطارة في محافظة كربلاء المقدسة، ويا رب الشفاء العاجل والتام لكل المصابين، وحقيقة تحية كبيرة لجهود الدفاع المدني خلال عملهم بهذه الحادثة الأليمة. طبعا أحبة المشاهدين، اليوم حلقتنا تخص محور مهم وأحد أركان برنامج أرض السواد، وهي الأهوار العراقية اللي توصف في بعض الكتب بجنات عدن. للأسف سنة بعد سنة، يوم بعد يوم، قاعد تقل مناسيب المياه، وقاعد نشهد هجرات جماعية لناس نقدر نقول عليهم أصل الحضارة السومرية في جنوب العراق. أسباب خارجية كثيرة أدت لهذا الموضوع، مثل قلة الحصص المائية للعراق، وأسباب داخلية هي عدم القدرة أو عدم اليوم توظيف المياه بصورة صحيحة، مشكلة إدارة المياه المستمرة منذ سنوات. من عام 1991 إلى عام 2003 شهدت الأهوار مأساة كبرى، وهي تجفيفها وقطع المياه عنها في عهد النظام السابق، النظام البائد. اليوم قاعد تعيش الأهوار تقريبا نفس المأساة ونفس الظروف الصعبة. هذا المجتمع اللي عايش تقريبا منذ 5000 سنة على صيد الأسماك وتربية المواشي وأيضا حتى الزراعة. ليش وصلنا لهذا الحد من المشكلة والكارثة؟ ما هي الحلول اليوم المرجوة من حكومة المركز اللي للأسف ما نطت الأهمية الكبيرة للأهوار، وأخص بالذكر حكومة تصريف الأعمال. اليوم راح نلتقي ويا ضيوفنا ونتكلم على هذه المشكلة بالتفصيل. ابقوا ويانا وخلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم، وشاهدنا التقرير. طبعا ضيفي في الاستوديو الأستاذ رشيد السعدي، عضو نقابة الزراعيين. أهلا بك أستاذ رشيد. أهلا وسهلا ومرحبا. ربي يحفظك. أهلا ومرحبا. وأيضا ضيفي عبر الإسكاب من محافظة ذي قار وبالتحديد الشبايش، المهندس الاستشاري جاسم الأسدي، مدير منظمة الطبيعة في العراق. أهلا بك أستاذ جاسم. أهلا. ربي يحفظك. أهلا وسهلا بك. طبعا أبدأ معاك أستاذ رشيد، اليوم موضوعة الأهوار، ليش اليوم يعني صارت أزمات في عديد من السنوات السابقة، آخر 10 سنوات، قلة في بعض الأحيان قلة مناسيب المياه وغيرها. فرحنا بال 2016 لما دخلت في اليونسكو، ليش هذه السنة هي أصعب سنة مرت على الأهوار منذ عام 2003 إلى اليوم؟ لأن إحنا قبل 2003 كانت هي شيء منتهي تقريبا. شكرا سابرة، تحياتي جنابك والكادر والمشاهدين الكرام. بداية نعزي أهلنا وأخوتنا وأعزائنا المفجوعين بالحادث الأليم بقطارة الإمام علي عليه السلام. نسأل الله رحمة للمتوفين والشفاء للمصابين. الحقيقة مسألة التصحر ليست وليدة السنة. ليست وليدة السنة. 2005 وزارة الزراعة شكلت هيئة التصحر سنة 2005، أخذت على عاتقها مكافحة التصحر ووضع الخطط اللازمة لهذا الموضوع. نعم. لأنه موضوع قديم وليس بالجديد، لكن الإجراءات اللي عندنا متغيرة ومتأخرة. سنة 2013 حينما عدل قانون وزارة الزراعة تم تعديل اسم الهيئة العامة للتصحر إلى دائرة الغابات والتصحر. صح. فإذا أكو معالجات، وكذلك كان لدى وزارة الزراعة أحد الشركات اللي تنتج تقانات ري، وقد ألغيت للأسف رغم معارضة وزارة الزراعة على إلغاء هذه الشركة لتصنيع تقانات ري الحديثة. سنة 2009 أصدر مجلس الوزراء يوم 29/3 قرار بتشكيل لجنة لمعالجة وضع التصحر، واللجنة كانت برئاسة وكيل وزارة الزراعة آنذاك الأخ العزيز الدكتور مهدي رمد القيسي، وعضوية عدد كبير من الوزارات واللجان والهيئات المختصة ذات العلاقة. نعم. 10/8/2009 أيضا صادق مجلس الوزراء على التوصيات اللي أقرتها هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق.
لكنه للأسف هاي من 2009. واللي احنا من 2009 شنو اللي تحقق من التوصيات اللي اشتركت بها كل الوزارات وكل من المتسبب بتعطيل هذه التوصيات؟ المتسبب ما احترامي لنكون صريحين جدا. نعم. نعم. لانه الوقت بعد لا يتسع. لا نحتاج الصراحه. نحتاج الصراحه. نعم. وليس لدينا اعذر. الكتل السياسيه كلها متسببه في هذا. شنو الفائده لما تسوي هيك الكتل السياسيه؟ تقصيرها ملتهي بالتناحرات والمغانم والتهت. والا هذا من 2009 مكافحه التصحر والتوصيات هذه، شنو من التوصيات اللي تم انجازها؟ قرار مجلس الوزراء من 2009 واحنا اليوم يعني 2022، يعني 13 سنه صار. حكومتين للسيد المالكي. نعم. وحكومه عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي قبل السيد حيدر العبادي. حيدر العبادي. اليوم مصطفى الكاظم. زين. وهذه عندنا كل الوزارات ذات العلاقه مشتركه بها. 20 توصيه. نعم. زين؟ 20 ووصوا تخصيص التخصيصات الماليه لتنفيذ هذا القرار يحتاج. نعم. يحتاج اجراءات. طبعا انتقل للاستاذ جاسم، مثل ما يقولون المثل العربي اهل مكه ادرى بشعابها. طبعا التقينا تقريبا قبل سنه ونص اذا تتذكر استاذ جاسم. تمام. في برنامج ارض السواد وكنا قريبين من البرقه البغداديه. تمام. في تشبايش اللي انا اتذكر. اريدك اليوم توصف لي المعاناه، هل صحيح هي أسوأ سنة اليوم مرت على الأهوار بآخر 15 سنة تقريبا أو 18 سنة؟ شنو الأسباب؟ نعم. اللي وصلنا هنا؟ أريد اليوم رأي ابن الهور باللي دا يصير. بدءا الرحمة لضحايا قطارة الإمام علي وجميع ضحايا العراق، وتحياتي لك أخي العزيز ولضيفك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. حقا ما تعانيه الأهوار هذا العام من جفاف هو أقسى جفاف وأقسى تداعيات للسكان المحليين، إذ بلغت نسبة الإغمار لهذه السنة أو لهذا الشهر تحديدا 12% من أصل 12% من أصل الهدف الذي وضعته وزارة الموارد المائية عام 2015 لاستعادة إغمار 5865 كيلو متر مربع. نعم. لم نستطع أن نصل إلى نسبة جيدة ومعقولة ومرضية سوى في عام 2019 يوم كانت هنالك كميات من المياه. صحيح. كبيرة قادمة من الحدود التركية والحدود الإيرانية. أما هذه السنة فقد جف هور الحوازة بالكامل تقريبا ولم يتبقى منه سوى المجاري العميقة بحدود 4% وكذلك الأهوار الوسطى 4%. عندما تتحدث يا أخي عن البرقة البغدادية وأنت قزرت البرقة البغدادية، اليوم لا يستطيع الزورق أن يدخل إلى البرقة البغدادية، فعمق الماء في البرقة البغدادية لا يتعدى ربع سنتيمات، 7 إلى 8 سنتيمات تقريبا، بعد إن كان معدل عمق المياه في البرقة البغدادية بحدود 1.40 متر. لقد جفت تقريبا كل الأهوار العراقية ما عدا الأهوار التي تعتمد على الهايتايت على الجزر والمد من قرمة علي وشط العرب وهي هور الحمار الشرقي، وبذلك. نعم. فقد خسرنا 95% من الثروة السمكية في الأهوار العراقية. وخسر قطاع الجاموس بحدود 15 إلى 20% من قطعان جواميسهم في هذا الصيف، وانخفض سعر الجاموسة الواحدة من 3.5 ملايين إلى أقل المليونين، وقلت إنتاجية الجاموس من 5 إلى 6 لتر إلى فقط 3 ألتار، وبذلك فقد أصبح سكان الأهوار من مربي جاموس صيادي أسماك المعتمدين على حصاد القصب والحشائش من جملة الفقراء، من جملة المعوزين، من جملة الذين لا يجدون اليوم خبزا يأكلونه في الوقت الذي كانوا يعتمدون على اقتصاديات الماء ولا يشكلون ثقلا على الدولة العراقية. لم يطالبوا بأجور ولم يطالبوا بوظائف، كانوا يكتفون بالطبيعة، الطبيعة التي وهبتهم كل شيء. الحقيقة الجفاف لهذه السنة ليس وليد هذه السنة، وإنما هو ابتدأ منذ صيف العام الماضي. كما قلت في حديثك سيدي الكريم. نعم. أن إدارة المياه في الأهوار العراقية أو في جنوب العراق هي أسوأ إدارة، لأننا أهملنا هذا الجانب، يعني أهملنا أن ذنائب دجلة والفرات فيها
من الأراضي الرطبة الذي هو أهم أراضي رطبة بالعالم، ثلاثة أهوار رئيسية هي هور الحمار الغربي، الأهوار الوسطى، وكذلك هور العويزة. شنو الأخطاء اللي صارت في إدارة المياه أستاذ جاسم؟ هور أبو زرق جد. نعم، شنو الأخطاء الإدارية اللي صارت بإدارة المياه؟ الأخطاء الإدارية أنه إحنا موجود لدى وزارة الموارد المائية ما يسمى بخطة سويرلي، وخطة سويرلي هي خطة إدارة المياه التي وضعتها شركات إيطالية متخصصة بناء على مقاولة مع وزارة الموارد المائية العراقية ابتدت عام 2012، وكلفت الدولة العراقية حوالي 34 مليون دولار عراقي في هذه الخطة التي تسمى خطة سويرلي، وهي إدارة الأراضي والمياه في العراق من عام 2015 إلى عام 2035. نعم. ثم في هذه الخطة توزيعات مائية على القطاعات المستخدمة للمياه بما فيها الزراعة التي تستخدم من 80 إلى 85% من واردات المياه والموارد والأهوار. للأهوار هنالك بجد مائي في هذه الخطة مقداره 5.3 مليار متر مكعب سنوي، هذا ينخفض إلى 2.8 مليار متر مكعب في السنوات الجافة. العام الماضي كان السنة جافة، وهذه السنة سنة جافة، وكانت لدى الوزارة في عام 2021 تصور أن عام 2022 سيكون سنة جافة، وبهذا وزارة الموارد المائية في عام 2021 حقيقة صرفت مياه كبيرة جدا مقارنة بالمياه الواردة. كانت الإطلاقات الآتية من دجلة والفرات والزابين تصل بحدود كمعدل 650 متر مكعب بالثانية. صح. كانت وزارة الموارد المائية تطلق من السدود والبحيرات كبحيرة الثرثار على سبيل المثال ما مجموعه 1450 متر مكعب بالثانية، أي ضعف ما يتم إطلاقه، وتذهب جل هذه المياه للزراعة بما فيها الزراعة الصيفية في منطقة الفرات الأوسط. نعم. أعني النجف، المشخاب، المسيب، الشامية، إلى آخره، وأهملت الأهوار العراقية. كانت من مجموعة 1450 متر مكعب كانت تطلق لهور العويزة لا يتعدى 2 إلى 3 متر مكعب بالثانية. نعم أستاذ جاسم، الدرج الشمالي لا يتعدى 1 متر مكعب. إحنا أيضا راح نكمل بهذا الموضوع. وبهذا نعم، انخفضت المياه تدريجيا ابتداء من العام الماضي من منسوب متر و45 سنتيم إلى أقل 69 سنتيمتر في كل من الأهوار الوسطى. نعم. استمر معانا أستاذ جاسم، لأن حقيقة معلومات مهمة جدا راح نتكلم بيها، لأن الآن حسب أنه من خلال كلام الأستاذ جاسم أنه هناك أخطاء محلية أو أخطاء داخلية بالعراق أدت إلى هذه المناظر من الأهوار. خلونا نشاهد هذا التقرير المهم وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا هذا التقرير حقيقة المفزع على الحالة التي وصلت إليها أهوار العراق. أستاذ رشيد، خلي نتكلم بصراحة، اليوم إحنا عندنا مشكلة بحصصنا الخارجية، يعني أكو مشاكل السدود في تركيا، إطلاقات المياه وحصصنا المائية. أيضا عندنا موضوع أيضا المفاوضات مع الجانب الإيراني اللي بصراحة يقول لك أنا أيضا عندي ضرر كبير جدا بأراضي كجفاف وغيرها. الأزمة الداخلية من المتسبب؟ هل اليوم عندنا عيادة داخلية هي مقصرة تجاه الأهوار؟ هل صحيح إحنا بالغنا باستخداماتنا للمياه؟ صدفة المسألة لا تتعلق فقط بالأهوار، إنما الآن أصبحت مسألة عامة من شمال العراق إلى الجنوب، يعاني من التصحر ومن شحة المياه. الآن مناطق سكنية في بغداد تعاني من شحة مياه الشرب نتيجة قلة الطاقات المائية. شوفوا احنا عندنا تقارير، يعني حقيقة آخر تقرير اللي كان عندنا مثل إجانا 16/6 كانت الطاقات من تركيا حدود 200 متر مكعب ثانية. دجلة أو الفرات؟ احنا الفرات من سوريا. نعم، تركيا. الإطلاقات من نهر دجلة للسد في الموصل 200، من السد إلى نهر دجلة 250، بما معناه نحن نأخذ من الخزين 50 متر مكعب بالثانية. حجم الخزين اللي متوفر كان عندنا الحالي 6 مليار متر، منه 3 مليار هذا جامد ميت يسمه غاطس. زين؟ نعم. ما معناه احنا في بداية فصل الصيف كنا والأزمة اشتدت
اي اجراءات حكوميه بقوه ماكو، لا على المستوى السياسي، لا على المستوى الاقتصادي، لا على المستوى الزراعي والفني، لانه مثل ما قلت لك في بدايتنا الكتل السياسيه ملتهيه بالتناحر فيما بيناتها وتركت البلد على الغارب. هذه نتائجها اليوم لو كان اكو عندنا حكومه اليوم بصراحه عندنا اليوم مثلا عندنا صراع سياسي نعم. بين كتل سياسيه عديده، ولكن اليوم احنا نمتلك رئيس وزراء يقول انا مستقل ما منتمي لاي كتله سياسيه، ليش ما شاهدنا اهتمام من عنده على هذا الموضوع؟ استاذ ظفر اليوم ماكو شخص مستقل محترم الدوله، رئيس الوزراء المحترم نعم، اليوم كل المسؤولين هم منتمين الى كتل سياسيه واحزاب بشكل او باخر، وهم المسؤولين اولا واخرا عن هذا. احنا الان نعيش حاله التظاهر الان موجوده، انا اتمنى الان وكلامي موجه الى الكتل السياسيه المتظاهره من كل الجوانب وبدون تسميات، اتمنى منكم ان تنتبهون الى ما نحن فيه الان. انتم الكتل المتصارعه التي تتقاضى في الفساد فيما بينها، كل كتله تتقاضى في الفساد على الكتله الاخرى، وكل كتله تدعي الاصلاح. الان واجبكم، انا اتمنى ان ينبري من الساده رؤساء الكتل هاي السياسيه المتناحره شخص يقول انا حاحل مشكله المياه. احل مشكله المياه، لجان ودوائر واشخاص ومسؤولين يجتمعون وتصدر توصيات، لكنه التنفيذ ماكو. التنفيذ ماكو، الان المسؤوليه مسؤوليه جسيمه جدا على السيد رئيس الوزراء، يجب ان يشكل وفد قوي جدا من الخارجيه ومن الدوائر الامنيه والري والزراعه وكل الدوائر ذات العلاقه لمعالجه هذا الموضوع. انا اتمنى الان كلامي موجه الى الساده رؤساء الكتل، عفوا رؤساء المنظمات والاتحادات المهنيه، انتم الان اخوتنا رؤساء المنظمات والاتحادات، هذا كلام مهم استاذ ظفر، رؤساء المنظمات والاتحادات المهنيه والاقتصاديه لكم دور كبير جدا في معالجه هذا الموضوع، لانه من جمله التوصيات اللي اصدرتها اللجنه الزراعيه في 21/7 موضوع الجانب الاقتصادي، احنا ما نريد حرب مع الدول. لا اكو اجتماع اللجنه الزراعيه المجلس النواب فاصدرت مجموعه من التوصيات في 21/7 2022 ذاك اليوم يعني. نعم. من جمله الضغط على الحكومه واستخدام الجانب الاقتصادي، احدى مقرراتها وتوصياتها استخدام الجانب الاقتصادي. انا كرجل يعني الان ايضا اقتصادي، انا عضو المكتب الاستشاري لنقابه المهندسين الزراعيين وعضو مجلس اداره غرفه تجاره بغداد الشرف واتحادات المنظمات. بس تجاره بغداد نطت فد موقف قوي جدا. نعم. خليني اقول لك شغله استاذ رؤي، نعم. يعني اليوم انا بس اريد اكمل كلامي. تفضل. حتى اوجه لهم ان يكون لهم موقف بالاتصال بالمنظمات المماثله التركيه والايرانيه، وانا كان حقيقه لي لقاء ايضا مع نائب محافظ شيراز وايضا المستشارين وعلى هامش معرض زراعي كان. فطلبوا من عندنا بشكل سريع يعني مختصر، طلبوا من عندنا اثناء زيارتنا المعرض عقد مؤتمر لشراء هذه الالات. قلت يابا انتم دازين هاي الالات الزراعيه، انا وين استخدمها؟ بالتصحر اللي ظاهر على التقرير. فاذا يجب ان نتعاون نحن وانتم جانب الايراني في حل مساله المياه، احنا ما نقول تقاسم الضرر، لكنه هل موجود هذا خلينا نتعاون به، النعمه اللي الله ناطيناها المتبقي خلينا نتعاون عليها يعني. كذلك مع الجانب التركي، احنا ما نريد نقطع العلاقات مع الجانب التركي او الايراني ونستخدم الجانب الاقتصادي. لا، مو الحل هذا، الحل هو التعاون. اليوم حتى الاعلام اليوم دا ياثر، نعم. احنا ايش قد مياهنا من ايران وايش قد مياهنا من تركيا؟ احنا ايران قطعه اكو سلسله سدود، نعم. على الايلام، نعم. اللي يتغذي بدره وجرباطي وجصام وشابي، هذه كلها قطعه الميعنه. خصصنا ايش قد بالميه مياه العراق كلها ايش قد من ايران وايش قد من تركيا؟ وهذه تحددها اتفاقيات دوليه يعني مو اكو بعض الارقام تقول لك تقريبا 89% من تركيا وتقريبا 7% من ايران؟ يعني بالنسبة للمنابع اللي هذه لكل حصص المياه ما عندي فد رقم دقيق حقيقة، لكنه هي تحددها يعني اتفاقيات دولية يعني من ايران والدول المتشاطئة. نعم. الدول المتشاطئة اقدر اجيب لك المعلومة كاملة. كملت رسالتك؟ فرسالتنا الى سادة المنظمات يعني رؤساء المنظمات المهنية والاتحادات بالاتصال بالجانب التركي ومحاولة الدخول من خلال الجانب الاقتصادي لحل هذه المشكله، يعني المنظمات التركيه المماثله المناظره الى منظماتنا وغرفنا التجاريه ان يدخلوا لدى الحكومه التركيه، نعم. في هذا الجانب لزياده الاطلاقات، واحنا مستعدين يعني غرفه تجاره بغداد، اتحاد غرف تجاريه، انا متاكد انه اتحاد صناعات ايضا العراقي
اتحاد المقاولين، لانه اكو روابط مشتركه مع تركيا ومع ايران. نعم. ممكن ان يدخلون ويساهمون في هذا الحل. اضافه هذا طبعا ما جاء بتوصيات اللجنه. نعم. اللجنه الزراعيه. اللجنه الزراعيه. نعم. يعني والمياه والاهوار في 21/7 من جملتها الجانب الاقتصادي، اضافه الى هذا التشكيل يعني لجنه قويه من الرئاسات الثلاث. نعم. ايضا انتظر هواي ضيفنا. فبل. من ذي قار الاستاذ جاسم. الاستاذ جاسم، هناك تغريده للشيخ عبد الامير التعيبان، هو ابن محافظه ذي قار ونائب سابق عن محافظه ذي قار، ورساله للسيد الكاظمي: دولتكم ابن محافظه ذي قار وبالتحديد ابن الشطره اللي فيها سدة البدعه والتي تنظم المياه من ذنائب الغراف الى اقضيه الشبايش والاصلاح وسيد دخيل والفهود، هل تعلم ان الناس هاجرت وان الثروه الحيوانيه قد هلك ماتت؟ اتمنى ان تكون لاهلك كما الحلبوسي والبرزاني لاهلهم. طبعا الشيخ كاتبها باللغه العاميه، يعني رساله حقيقيه واقعيه اليوم ترسل الى الجميع. اريد، هل هناك زيارة من مسؤولين في محافظة ذي قار أو من الحكومة المركزية؟ هل هناك ردة فعل حقيقية اليوم لما شاهدوا هذه الصور المأساوية لمحافظة ذي قار وللأهوار الجنوب؟ أخي العزيز، للأسف الشديد أن الأوروبيين من مهتمين بالبيئة ومن صحفيين وإعلاميين زاروا المنطقة وغطوها بريبورتاجات صحفية مهمة، حتى الإعلام الداخلي إعلام نشط وغطى كثيرا مما يحدث في الأهوار العراقية، ليس الأهوار العراقية وإنما مثل ما تشاهد الأراضي الزراعية المتاخمة للأهوار العراقية كالإصلاح، سيد الخيل، حوض الغراف إلى آخره. لكن هنالك صمت وصمت مطبق من الحكومة المركزية ومن الحكومات المحلية. أسف الشديد أن لا أحد منهم زار الأهوار ولا أحد منهم نظم اجتماعا لعدد من سكان الأهوار لممثل الأهوار، حتى أن البرلمان شبه صامت عن هذا الموضوع، كأن الموضوع لا يعني أحد في إدارة الدولة العراقية ولا يعني أحد في صناعة القرار. الأهوار العراقية اليوم منذ عام 2016 أدخلت على لائحة التراث العالمي، وقبل هذا التاريخ أدخلت على مواقع رامسار المهمة، وتحدث عنها مستشرقون كثيرون بأنها ليست بيئة وبيئة مهمة للعالم، وإنما هي ثقافة وتاريخ عريق ومجتمعات محلية أصيلة تنتمي إلى العرق العربي في الجزيرة العربية من جهة، وإلى السومريين والأكاديين طباع وفنتازيات وحكايات وأساطير وكل ما يرتبط بهذه الثقافة في خطر. ليس التنوع الأحيائي، ليس المشهد الأحيائي في خطر، وإنما ثقافة هؤلاء الناس في خطر. مثل ما قلت حضرتك، ثمت هجرات من داخل الأهوار إلى مناطق أخرى، وثمت هجرات من داخل المناطق الأخرى بالأهوار إلى مناطق أبعد. اليوم عدد من مربي الجاموس باعوا جزء من قطعانهم لكي يستطيعون البقاء على الحياة، ويهاجروا باتجاه بابل، يهاجروا باتجاه واسط، حيث هنالك قنوات مائية أو مبازل أو بحيرات فيها من الماء ما يكفي لبضع جواميسهم. هذه بالحقيقة مأساة، ومأساة كبيرة. هذه المأساة لم يلتفت إليها أحد، رغم التوصيات، رغم المناشدات أن ثمت حلول، وحلول لا تتطلب كثيرا على المدى القصير، على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. أنا شخصيا بعثت ب20 توصية إلى الجهات العليا، لكنني لم ألمس أي استجابة، منها إعلان الأهوار مناطق منكوبة، أسوة بما فعلته دول العالم، ألمانيا وإيطاليا. نهر البون نزل 30% من واردات المائية، أعلنت إيطاليا ثلاث مدن كبرى في إيطاليا مناطق منكوبة، شمول مربي الجاموس وحاصد القصب والحشيش وصياد الأسماك بشبكة الرعاية الاجتماعية لحين تحسين الوضع البيئي للأهوار العراقية.
أيضا إطلاق جزء من ميزانية الطوارئ باتجاه الأهوار العراقية، زيادة أعماق وتعميق وتوسيع القنوات المائية التي تربط القرى الأهوارية بعمق الأهوار من أجل الوصول إلى المراعي الخضراء. كل هذا أستاذ جاسم، لمن رسلت هذه الرسائل؟ ونائمة ونائمة ونائمة. لمن رسلت هذه الرسائل بالتحديد؟ رسلتها إلى مجلس الوزراء، ورسلتها إلى البرلمان العراقي، ورسلتها إلى منظمة الزراعة والأغذية الدولية، واليوم أرسلنا نسخة منها إلى الحكومة المحلية في ذي قرى. ردوا لكم لو لا مجلس الوزراء والنواب؟ أنا لسه أنتظر. أنا رسلتها منذ الخميس الماضي، نعم، وكررنا إرسال هذا الأسبوع يعني يوم أمس، واليوم أيضا أرسلنا نسخة إلى الحكومة المحلية، وقبل 7 أيام أرسلتها إلى منظمة الزراعة والأغذية الدولية. كل التحية لك، يعني استمر معانا أستاذ جاسم. طبعا أحبت المشاهدين، بما أنه ذكر أستاذ جاسم قال حتى الوكالات اليوم الدولية والعالمية اهتمت بهذا الموضوع بشكل ملفت ومهم جدا، أفضل اليوم من المسؤولين. اليوم وكالات عالمية فرنسية بريطانية ألمانية اجت إلى الأهوار وصورت، يعني خلينا نشاهد هذا التقرير، تقرب طبعا يعني صور من اهتمام الوكالات العالمية على موضوع جفاف الأهوار. خلينا نشاهد هذه الصور وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا اللقطات من وكالات عالمية حول أزمة وكارثة الأهوار العراقية اللي كل سنة لازم نتحدث بيها وماكو حلول اليوم معالجة. يعني على طاري موضوعة قطارة الإمام علي عليه السلام، يعني برنامج الرسالة تقريبا قبل شهر زار عين تمر، يعني هي من اسمها عين تمر، العيون بعين تمر جفت، معتمدين على آبار. أحد حكى وذكر شنو المشكلة، أحد بعث اليوم مختصين لهذا الموضوع، للأسف ماكو. طلاب ماجستير كتبوا، طالب ماجستير كتب بحث حول التلال أو التشققات الصخرية اللي صايرة بالقرب من قطارة الإمام علي. وين دور الجامعات؟ يعني أنا متأكد هسه أغلب بحوثنا بتخرجنا من البكالوريوس أو الماجستير ترمى بالنفايات أجلكم الله، غير نستفاد اليوم من هذا. يعني طالبة أبو علي من الأول ابتدائي مجانا إلى لما يصير في الكلية يتخرج. للأسف يعني ما يعني اليوم ناقش قطاع التعليم، قطاع الزراعة، قطاع المياه، قطاع كل القطاعات، وسببها هو صانع القرار السياسي. أستاذ رشيد، ماذا استفاد العراق من دخول الأهوار إلى اليونسكو عام 2016؟ احتفلنا ونشرنا منشورات بالسوشال ميديا، وتذكر الوفد العراقي قام يبكي ويصفق بالمؤتمر اللي صار. شو استفادت الأهوار؟ للأسف لم نستفاد شيء. هاي الحالة لو بدول العالم الأخرى لكان أصبحت مورد إضافي يعادل مورد النفط. السياحة نفط دائم، وخاصة عندنا هيك مناطق كان مفروض نهتم بها وننشئ مرافق سياحية ومنتجعات سياحية وفنادق ومرافق سياحية أخرى لاستيعاب الأعداد اللي تجي. هذا بالغرب كل شيء يحبون مسألة الأهوار والمياه والأجواء هذه، لكن للأسف لم نستطع استغلالها استغلال صحيح ولا الاستفادة من الميزات التي تعطيها منظمة اليونسكو لهكذا مواقع مهمة جدا. كان العراق يستفاد، عدد كبير من السياح يستقطب من أوروبا للأهوار لأنه ما عندهم هيجي أجواء، من النوادر اللي موجودة، من النوادر. توقع بالعراق هي دخلتها اليونسكو بعد عناء شديد، يلا دخلت اليونسكو وفق معايير معينة وقيم خاصة، يلا تدخل إلى منظمة اليونسكو ودخلها. لكن للأسف احنا الآن سنفقد كل هذه الميزات، وعلى الدولة أن تتحرك سريعا. احنا للآن شو تسوي الدولة؟ الدولة يجب أن تتحرك على كل الأصعدة، المنظمات المهنية مثل ما ذكرت والاتحادات الاقتصادية عليها أن تتحرك، المنظمات المجتمع المدني عليها أن تتحرك، الدوائر الرسمية رئاسات الثلاث عليها أن تتحرك تحرك جدي وفعال، وتأسيس مجلس أعلى للمياه بالتحرك نحو إيران وتركيا للتعاون. الآن أكو ضرر مشترك خاصة في إيران. أنا حقيقة ما أخفيك زرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجولت بالخصوص للتباحث حول هذا الموضوع من حدود أذربيجان إلى الأهواز، وطلعت الأنهار فعلا أكو شحة عندهم
لكن هذا لا يعني الغربي من الشمال الغربي. من أردبيل الحدود إلى أذربيجان وإلى الأهواز. نعم. وكنت حقيقة يعني متفحص لهذا الوضع وطلعت على الأنهار وشفتها وزارونا أيضا وفد من الأهواز. هذا جيد لأكوبي. لا وضع متعثر حقيقة متعثر. بس هذا لا يعني أن قطع المياه هم سووا قطعوا المياه عندنا مال الإيلام. أكو سلسلة من سدود الخزينة والتنظيمية في مناطق إيلام أنشأتها وبالتالي حولت هذه المياه إلى المصدر هي الوحيد لإرواء زرباطية والبدرة وجسان والشهابي. الآن بدرة وجسان والشهابي تعاني من شحة كبيرة جدا. قبل عدة أشهر صارت سيول جدا كبيرة. نعم. هذا المكان على حدودنا مع إيران في. نعم. بين الواسطة ما استفادين من هذا كله إلى إيران كله إلى إيران. لا نزل لنا السيل. ما نزل السيل وينه؟ ايش قد نزل لنا والما نوصل. حتى استضافت مع الاستاذ عون الذياب قال احنا نخزنا في احد الاهوار. اي وين 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 المشكله؟ تبخر يعني. تحياتي للاستاذ عون. الاستاذ عون حقيقه ملك ممتاز جدا. لا لا اتمنى اني استفادوا من خبرته الكبيره جدا في هذا المجال. اتمنى يعني. نعم. طبعا الان انتقل الاستاذ جاسم الاسدي. استاذ جاسم نفس السؤال اللي سالت استاذ رشيد عام 2016 فرحنا فرحه كبيره جدا قد تعادل يعني فرحة ذكرتنا مثلا لما المنتخب الوطني فاز بكأس أمم آسيا. العراقيين فرحة ونشروا بالسوشال ميديا أنه الأهوار دخلت إلى اليونسكو. الأهوار أصبحت منطقة محمية دوليا. ماذا استفادت الأهوار من دخولها لليونسكو؟ والله يعني ذكرتني بتموز عام 2016 حيث كنت ضمن الوفد العراقي المشارك في اجتماعات. نعم. اليونسكو للدورة العشرين في اسطنبول ذلك الحين. وكنا على تواصل مع المجتمعات المحلية ومع الناشطين ومع الحكومات المحلية وكانت فرحة لا توصف. الدخول على لائحة التراث العالمي يعني وجودك على أكبر موقع عالمي للتسويق السياحي. يعني وجودك هو مثار اهتمام للجمهور الأجنبي، هو مثار اهتمام للمجتمعات الدولية، هو مثار اهتمام للباحثين عن السياحة الطبيعية والسياحة البشرية والسياحة البيئية ومختلف أنواع السياحات. كان يمكن أن نكون في المقدمة لأن الأهوار العراقية قبل دخولها على لائحة التراث العالمي عرفها الأوروبي عن طريق الاستشراق الأوروبي. فأهم كتب أنجزت عن الأهوار العراقية كانت بأقلام أوروبيين ككتاب Return to the March of Iraq العودة للأهوار العراقية لجارفين يونغ، وكتاب قصبة فيما هب الريح لماكسويل، وكتاب المعدان أو عربي الأهوار لثيسجر. وكانت في ستينات سبعينات القرن الماضي يوم كنا لازلنا أطفالا في الستينات كنا نمضي أوقات طويلة قبل أن نتلج المدرسة مع السواح الأجانب الكثيرين وكنا نسميهم السفراء. مثل ما قال أخي رشيد كانت السياحة سياحة جميلة ولطيفة وكانت ثمت بنى تحتية حتى في ستينات القرن الماضي ثمت بنى تحتية. لكن بعد أن دخلنا على لائحة التراث العالمي كان أجدر بنا أن نضع خطة للسياحة البيئية وكان على سفاراتنا في مختلف دول العالم وخاصة الملحقيات الثقافية أن تطبع كتيبات وأن توزع خرائط وأن تعمل شبكة مع الناقلين الدوليين وجمعيات السياحة الدولية من أجل الأهوار العراقية. لكن السياحة هي صناعة ويبدو أننا لا نفقه هذا العلم من النشاط الاقتصادي العالمي. فبلدان عديدة في العالم تحتاج على السياحة. اليوم دولة مثل سنغافورة تحتاج على الجانب المصرفي والجانب السياحي. دولة مثل دبي تعتمد على التجارة وعلى السياحة. دولة مثل سبيل المثال إيطاليا، مدن إيطاليا كروما كالبندقية والتبايش تسمى بندقية العرب أو بندقية الشرق، ومع هذا أهملنا هذا الجانب سواء عن قصد أو غير قصد. عن قصد لأننا أهملنا أهم جانب وهو الجانب الهيدرولوجي للأهوار العراقية وأهملنا
الجانب الطبيعي وأهمية المحافظة على التنوع الأحيائي، ومن غير قصد إننا لا نعرف كيف نبهر الآخرين بأهوار جنوب العراق ومجتمعات جنوب العراق. نعم أستاذ جاسم، راح نظل بتواصل معك، ولكن نعم. عذرا الوقت البرنامج يعني شارف على النهاية. كل التحية والشكر لك أستاذ جاسم يعني الأسدي، مدير منظمة الطبيعة بالعراق، على كل الجهود اللي قاعد تعمل بيها. شكرا جزيلا، وبرنامج أرض السواد حقيقة يحييك، ومستمرين بدعمنا الإعلامي لحضرتك، وإن شاء الله أكو زيارة قريبة لبرنامج أرض السواد إلى الشباب. أهلا وسهلا وشكرا لك ولقناة الأيام. ربي يحفظك، شكرا جزيلا لك. طبعا أحبت المشاهدين، إيش قد ما راح نتكلم ممكن متحدث معاكم الأستاذ رشيد، الأستاذ جاسم، حتى اليوم المسؤولين مثلا إذا تحدثوا للأسف ما ساكتين أغلبهم، ما راح نوصف أو ما راح نحس بوجع صاحب المصيبة، صاحب المشكلة. يعني هعرض لكم فيديو على امرأة جنوبية من الأهوار تشاهد الجاموسة اللي معتاشة عليها، اللي رزقها عليها ميتة، يعني صار لها دقيقتين ثلاثة خمسة، يعني مشهد مؤلم. يعني والله فكرت أعرضه أو لا، ولكن خلي العالم يشوفون. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعي. طبعا الحجية لخصت كل حلقتنا لهذا اليوم. كل التحية لك أستاذ رشيد السعدي، عضو نقابة الزراعيين، على كل المعلومات. المهندسين الزراعيين، هذا وصلت للصفة من العلاقات ممكن بها خطأ. شكرا جزيلا لك. و... أقل من دقيقة 30 ثانية. على الدولة أن تنشئ غرفة عمليات لمعالجة الوضع الطارئ في مجال التصحر. وزارة الزراعة تأخذ مسؤولياتها، وزارة الموارد المائية تأخذ مسؤولياتها، وزارة الخارجية تأخذ مسؤولياتها، الجهات الأمنية تأخذ كل هذه الجوانب يجب أن تأخذ مسؤولياتها في معالجة الوضع. الآن مثل ما تفضل أستاذ جاسم، ونقطة كلش مهمة، على الدولة أن تقوم برعاية هاي الشرائح المهمة جدا وتعويضها، لأنه منطقة متعرضة إلى كارثة تستحق. احنا ايضا منطقة منكوبة، نعم، عندنا يجب أن تعوضها، حلقات راح تساعدها هذا الموضوع. ومثل ما تفضلت الحاجة يعني المربية هذه، يجب توفير العلف طبعا، هي المشاكل كلها اجتمعت عليهم، هي بدنا صعوبة. طبعا أحبة المشاهدين، قبل الختام يعني اليوم رسالة أوجه، خلينا نترك مع الموضوع الفشل المتراكم وهاي حكومة فلان سوت، لا، اليوم أنا عندي حكومة، عندي رئيس وزراء تصريف أعمال سيد الكاظمي. أريد أسألك سؤال، هل نجحنا بملف الاقتصاد، بملف الكهرباء، بملف الخدمات عموما، بملف الزراعة، بملف المياه، بملف الأهوار، بملف الورقة البيضاء، بالملف اليوم تهدئة سياسية، حتى الملف الأمني والاختراقات اللي قاعدة تصير يومية، الفشل بالمستشفيات والحراق اللي تصير، استمرار هذا الفشل من يتحمله؟ هتصير آخر شيء رئيس وزراء متقاعد خلاص؟ مشكلة عظيمة ومشكلة كبرى، وعتبي على كل الكتل السياسية أكيد تتحمله. واليوم أنا الآن بوجهي أكو رئيس وزراء. نعم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.